وعلى التنفيذ السبعه محمد الطبال يلعبها على مستوى القائمه الاول، تعود صالح الطاهر كره خطيره، جول 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 جول. وسام ابو سنينه القادمون من الخلف، وسام ابو سنينه من صافرة محمد الزروق ونهاية الوقت الأصلي، كرة ثابتة وضربة ركنية، الدربكة كانت موجودة، صالح الطاهر في مرة أولى، الكرة عادت تاهية تمام، وسام أبو سنينة صوبها قوية في سقف المرمى، هدف لصالح فريق الأهلي الذي ربما بهذا الهدف يقترب من خطف ثلاث نقاط مهمة وثمينة جدا، فريق الذي سيكون خصم الأهلي في الدور الربع نهائي، وفي حال وصول الأهلي كمتصدر لمجموعته بكل تأكيد سيلعب اللقاء الأول خارج الديار واللقاء